لو الحكاية فيها إن فيجو يحاولوا من ربنا سبحانه وتعالى ومن ربنا إنهم يعني ربنا يحافظ على الناس اللي هناك كلهم لأنهم وراهم أهل وكلهم ناس كويسة وكلهم ناس محترمة وبعدين حرام اللي بيحصل ده كله يعني عشان إيه وأطلب من الدولة حق لا أكتر ولا أقل. في موضوع في اي حاجه طلب منك حاجه حاجات كتير انا مش مجمعها دلوقتي للاسف حاجات كتير كان باين عليه ان هو مش جاي تاني اول حاجه راح اتاخر شويه ما كانش عايز يمشي يعني هو كان قاعد كسر اجازته بيوم وكان عايز يكسر تاني وبعدين اتصلوا بيه قالوا لازم تيجي راح كان هيسافر مره واتصلوا بيه قالوا ارجع عشان خاطر في قلق في الطريق ارجع رجعوهم تاني ورجع تاني يوم الفجر يسافر فهو في المجيء برضه نفس الحكايه كل ما يجي مثلا جاي النهارده يتصل بيه ويقول يرجع ما تجيش ما تنزلش عشان في قلق في الطريق يرجع كل ما يجي يعني ممكن يقعد اسبوعين او اسبوع هناك بسبب الطريق او بسبب الضرب اللي هناك او بسبب الحمد لله انا حسبي الله ونعم الوكيل. طيب قبل ما يسافر كنت عايز اقول لك ان هو كان معاه يجي بكره بس ان هو كان معاه يجي بكره مش السبت اللي فات الفرد لا اللي قبله كان معاه بيجي بكره وانا شخصيا قلت له يعني يا ريت يقدم سيادته وما يروحش عشان خاطر القلق اللي هناك والدنيا البايظه ديت الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل.